أخرى انا اعتقد انه هذا عبث غير متخصص يعني من ناس غير متخصصين عبثوا باهم وثيقه ماليه رسميا طبعا النتائج كارثيه لانه لحد يعني يوم انت تشوف تشوف هاي القصه 24 دكتور شوف هاي القصه عبثيه احنا يعني نونو يعبث ب 8 يعني تريليون البرلمان يعبث ب 15 تريليون فلان بيطعام الشجاع يعبث بستة بس احنا الله قالبنا العبث مالتنا بتريليونات شنو هالمنطق هذا بس العراق بس مسؤولي العراق يعبثون يعني بالتريليونات شلون هاي حالة عبثية دكتور؟ نعم يعني هي حالة ما موجودة في كل العالم لأنه الموازنة ترجع كما هي وإجراء بعض التعديلات العبث قد يكون مقصود وقد يكون غير مقصود وأعتقد إنه فيش حالة عندما يجري التلاعب بمفردات كثيرة بالموازنة هذا عبث مقصود من ورائه أهداف سياسية أهداف اقتصادية. زين خلينا أسأل السيد, السيد النائب يا دكتور. يا دكتور خليني اسال السيد النائب يعني انت استمعتي الى ضيفي من البصره يقول القصه يعني هي ممكن ان يكون فيها عبث الشكوك تحوم الان انه القصه قد تحمل طابعا سياسيا لاحراج الحكومه، والحكومه فعلا فعلت عندما اكتشفت وانتم خيرا فعلتم عندما اكدتم هذه القصه هذه تحمل دوافع سياسية لأن الحديث عن 15 تريليون مو مليار ومليارين ومية وميتين ونقدر نسدهم يعني أنا من وجهة نظري بأن أقول بأنه مثل ما قال الدكتور بأنه عبثية لأنه ترتيب الأرقام ما يعني مو شخص مالي يعرف بانه التوزيعات لانه جدول الف يختلف عن باء جدول ج هاء يختلف عن واو يعني ماكو مطابقه بالارقام فيما بين هذا الجدول وهذا الجدول فكانت كانه عبثيه لوضع الخلل اما في مجلس الوزراء واما في مجلس النواب يعني احنا ما راسنا نقول فقط مجلس النواب احتمال في مجلس الوزراء خلينا يعني خلينا, سوينا نتناقش واللي خلينا نتناقش لحد الان التحقيق خلينا نتناقش بين الذاكر انا وحضرتك وانت سيده محترمه نائبه الثلاث دورات وباللجنه الماليه نثبت هذا عبث لو مو عبث لماذا العبثيه لم تظهر بالموازنه الورقيه ظهرت بالقرص المدمج ما هو اللي اشتغل هذا اشتغل هذا ليش وحده ما بيها تغيير ووحده بيها تغيير لا ظهرت لا بالاثنين ظهرت لا لا ظهرت بالاثنين زي الورقية والقرص وال يقول مكتب رئيس الوزراء يقول الفرق بين القرص المدمج بال... وبين النسخة الورقية اكو فرق اذا قاري الكتاب قري القرص المدمج اللي مد... المرسل القرص المدمج على اساس من رئاسة الوزراء بس هو ال... الكتاب اخر شيء يقول بانه آه بعد تدقيق جداول بصيغة الكترونية ضمن القرص المدمج تبين وجود اختلافات جوارية بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء فضلا عن اختلاف النسخة عن المرسلة ورقية وكذا شفتي يعني كلامي صحيح يعني ورقية مرفقة مع الكتاب صحيح. لكن قبلها لا ستي بس القرص يعني المدمج أنا أخوك أنا بلغت نا. القرص المدمج يحمل أرقام والورقية تحمل أرقام من اشتغل هاي اشتغل هاي اشبعنا هنا ما عبثية هناك ما عبثية شنو رأيك؟ معناته ما عنده معلومات واضحة أو ما عنده معلومات بأنه أكو قرص مدمج راح يرسل يحسب فقط الجداول يعني معناته شخص آه يعني ما أنا بالنسبة لي أعتبره آه يعني غير آه دارس أو غير عالم آه يعني هو إذا دا غير دارس وغير عالم ده واحد غير أو دارس المحسنان. وغير عالم يكتب موازنة 211 تريليون 211 ترليون تحطوا بيد واحد بس احنا طلعت من عندنا هو انا احنا... ما دافعت عليكم العفو. انا اشكرت انا احنا طلعت من ست محاسن المالية. انا شكرتكم بارك الله فيكم لكن انا اقول هسه بالمكتب الرئيس بالمكتب الاعلامي بالمكاتب الاخرى موازنه تفرغ محتوياتها بيد ناس مثل ما تقولين ما يعرف الهمزه من الحمزه يغلط لها ب 15 تريليون أنا اللي يكاتلني الضيم القاعد بالعشوائيات أصدق؟ خليها على جنب هاي تروح على صفحة